تحية وسلام، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحترام السادة الأفاتارات في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسعد الله أوقاتكم بكل محبة. مرحبا بكم يا أخي شديد، وبتأسف جدا للتأخير. وزي ما قاعد أقول دائما يا جماعة، انا بكتب مرات، يعني كثير من الناس يعاتبوني، يعني انت احمد ضي بتقول اللايف ما بتحدد لنا الزمن، فيا اخي بعتذر لكم شديد. في مشكله، يعني انت بتكون عندك كم برنامج ودار تدخل اللايف، فبتاهب الناس عشان ما تقول مثلا 8 شوكه وتجي 8 و33، فهمت؟ يعني عشان كده ما قاعد احدد الزمن غالبا، لانه بكون في اعتبارات. انا اعتذر تاني مره اخرى للتاخير للغير متعمد. كويس، مرحبا بكم كثير كل الشباب، عبد الله حجازي ومكاشفي والدلقلع، اهلا ادم سليمان، واهلا محمد عمر، اهلا سعيد حسين، واحمد ابراهيم، واحمد الطيب، احمد ابراهيم مكي، ومرحبا مدن عساله وخالد ودياسين، ديل الناس اللي بيعلقوا تحت يا جماعه. ايمن العطيابي مرحبا بك، عادل الحاج، احمد يحيى، معتز موسى، ابو ميناس، عزو، عزو موسى، آدم كبس، وكذلك مختار آدم، مرحب صلاح سلمان، أهلا وسهلا ومرحب بك، مرحب بكل السادة، مرحب بكل القادة معانا في اللايف ده. ما أعرف داير أبدأ اللايف، وزي ما قلت في العنوان هو ونسة، يعني دارين نتونس. لكن يعني سبحان الله، انت والله يا السودان ده اوضاعه قاعد تتغير في لحظه، قسم بالله في لحظات. هاي معلش بتكون في مسببات مسبقه، لكن فجاه كده تلقى الاوضاع تغيرت. يعني هسه انا كنت داخل لايف في امان الله، كويس؟ قبل اللايف بخمس دقائق بالضبط تجمع المهنيين طلع بيان رسمي قبل شويه، والبيان ده يعني فيه تمرد على حمدوك بشكل واضح جدا، كويس، وفيه رسالة يعني لحمدوك، فيه رسالة اللي هو الصراع بعد ده الحزبي في الحرية والتغيير، طالما أسقطه أو الشعبي أسقط ليم البشير، بعد ده الصراع حيكون حول من الذي يحكم، من الذي يحكم، من الذي يتحكم، من الذي له مقاليد الأمور. لذلك البيان أظن في جزء منكم شافوا. مرحبا الطيب التليب، محمد إدريس محمد، وعماد الدين عبد الله، مرحبا بك. محمد إسحاق قال لي الكهرباء قاطع، يا أخي رد الله الكهرباء، رد الله الكل. والله مسألة مزعجة، احنا تقطع وتجي تقطع وتجي، مسألة مزعجة خلاص. مرحب صدام، مرحب عبد العظيم، آدم الكودا، مرحب بكم جميعا. فزي ما قلنا بعد الشغلة، شغلة بتاعت صراع حزبي، برضو الرضي سليمان بيقول لي الكهرباء قاطعة، والله حقيقة هي مسألة الكهرباء قاطعة دي والله أزعجت الشعب السوداني جميعا. يا جماعة معلش، نشوف كده، نشوف البيان يعني ذاته بتاع تجمع المهنيين، كويس، اللي زي ما قلت لكم طلع قبل خمسة دقائق بالضبط. في جزء بكون شافه. بكري خيري قال لي عندنا في بورسودان برضه قاطع، والله دي مشكلة. إبراهيم سأل يا شباب، في ناس منتظريني ممكن يقول لي ادخل في الموضوع، ممكن يا شباب. أنا وضحت في منشور قبيل، قلت إنه يا أخي نحن دارين نتونس، كويس، في اللايف ده ونسا، وسلام على المتابعين والمعجبين بتاعين الصفحة والأصدقاء، الناس اللي بتعلق دائما، الناس الموجودة أو أي زول ذاته لو بيشوف سايو بيمشي، فهمت؟ برضه مرحب بيه ومرحب بكل السادة. نشوف البيان بتاع تجمع المهنيين. قال تجمع المهنيين بيان حول مجزرة فض اعتصام فتبرنو وتصريحات رئيس مجلس الوزراء. اسمعوا الكلام ده يا جماعة وخلينا نحلل نقطة نقطة، كويس. قال خرج علينا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء. لاحظ ده في صفحة تجمع المهنيين، الناس اللي كان لما تقول ما تقول شكرا حمدوك بيهاجموك بيكوزنوك، لما تقول حمدوك عنده غلط بيهاجموك، ده تجمع المهنيين ذاته، كويس، ده تجمع المهنيين ذاته الان بيهاجم في حمدوك، وفي التجمع هو لوبي معين برضه، كويس، اللوبي سياسي او فصيل سياسي محدد، كويس، الصراعات الشغاله دي. قال خرج علينا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بتصريح يفتقر للحساسيه اللازمه
بشأن جريمة فض اعتصام فالتبرنم والتي راح ضحيتها شهداء ونهبت وأحرقت ممتلكات، فهي جرائم مدانة ارتكبها مسلحون بحق مواطنين عزل، وليس لها أي تكليف آخر ليتحدث عنها رئيس الوزراء بمثل هذا التسطيح والإبهام. أولا اتهموا بالسطحية، بعدين شوف طريقة البيان خرج علينا دي. دائما يا جماعة محمد إدريس بيقول لي خليك عارف انه نحن بننتظر ظهورك بفارغ الصبر. العفو يا اخي، خلاص العفو والله تسلم، وانا ذاتي بنتظركم. ده فيه يعني اول حاجة لما يقول لي خرج علينا، ده في الغالب بيكون اسلوب بتاع نقد حار او ذم. المدعو غالبا بيكون وراء المدعو، هم ما قالوا المدعو في البيان ما قالوا، لكن قالوا خرج علينا رئيس الوزراء. طيب اللغة واضحة. بعدين قال لك التسطيح، يعني انه حمدوك الان مملك الشعب الحقائق. الكلام ده احنا ما كنا قاعدين نقوله زمان، انتوا بتهجمونا مالكم؟ طيب كنتوا يا تجمع المهنيين عبر الناس الكوادر بتاعينكم كنتوا بتكوزنونا ليه في الصفحات؟ يعني كنتوا ليه بتهجمونا وقت انتوا الان بتنتقدوا في حمدوك، بتتهموه بمثل هذا التسطيح والابهام؟ اتهمتوه بانه بيسطح الشعب مملك الحقائق، نحن من زمان انتوا في شيء قاعد يملك الشعب ده حقائق خلاص. وفي نفس الوقت قال والابهام مبهم انه كلامه ما واضح بالنسبه للشعب. قال وصف رئيس الوزراء تلك الجرائم بالحوادث وهي تعبير يتهرب من مواجهة ما ارتكبت من انتهاكات، ويوحي كأنما هي اغتتال أهلي أو تناوش بين مجموعتين من المواطنين. لاحظ تمام. قال لا بين مليشيا مسلحة فالتة معتدية أطلقت النار على معتصمين سلميين، الحديث عنها باعتبارها حوادث هو تقييد للجريمة ضد مجهول، وهو أمر يتناقض مع رسالة رئيس الوزراء حول المسألة، حول المساءلة في إطار سيادة حكم القانون، بتغافله هنا عن الخارجين بسلاحهم على حكم القانون. جماعة الكلام ده بيان رسمي الآن في تجمع المهنيين، لكنك تتأكد وتجي. ده بيان رسمي الآن في صفحة تجمع المهنيين، وهو بيردم في دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء. كويس. قال كذلك ذكر رئيس الوزراء أنه إذا لم تتم مواجهة ومعالجة هذه الحوادث بشكل مباشر فسوف تبطئ عجلة التغيير والازدهار في السودان. كأنما يملي السيد رئيس الوزراء مسؤولياته على آخرين، أو كأن هذه المشكلات ستحل من تلقاء نفسها. لا معنى لأن يصدر هذا التصريح من المسؤول الحكومي الأول. الليلة الآن في صاروخ أصاب داليا الروبي مثلا مزعجة والبراق وهؤلاء الناس. كويس. قال بل كان المنتظر منه أن يذكر هو بالذات قراراته وإجراءاته الفورية لاحتواء العدوان والانفلات. شوف الناس اللي بيردموا في حمدوك كيف. ده بيان في تجمع المهنيين الآن. قال أرسل رئيس الوزراء بهذا التصريح رسالة سالبة وباهتة. كويس. لأهلنا المعتصمين في فتبرنو وفي غير. أنا داير أفهم سر اهتمام كوادر الحزب الشيوعي بفتبرنو تحديدا شنو؟ وامبارح الناس كانوا بموتوا في تلس وكبكابية، ونحن كنا بنقول يا رئيس الوزراء تدخل، كنتوا بتجوا تهجمونا تقولوا كيزان. ده واحد. اتنين، كويس، الناس دي اقتتلت في الشرق لما عينها طلعت، مالكم ما طلعتوا بيان واضح قلتوا الكلام ده غلط؟ كويس. طيب في الخرطوم يوم 30 يونيو حصل ماتوا اتنين من المواطنين من الشباب، ليه ما طلعتوا ببيان طالبتوا انه الكلام ده خلاص طالبتوا بحقوقهم؟ انا داير افهم، انا داير اعرف العلاقه بتاعت صلاح محمود في الحزب الشيوعي مع عبد الواحد محمد نور اللي تامين الاثنين الان شغل في دارفور. نحن دايرين نعرف، ما زي ما قاعدين نردم حميتي وقاعدين نردم عبد الرحيم وقاعدين نردم الحكومه دي، برضو كمان عبد الواحد ليه يد طول الان في الاحداث؟ انا داير افهم العلاقه شنو. هل صلاح محمود كان متواصل مع ما عارف مع عبد الواحد؟ تذكروا يا جماعه ده المرق قال حركه العدل والمساواه عباره عن قبيله واحده، تذكروا ده شيوعي خاتينه لشغل معين. كويس. هل في علاقه يا ربي بينه وبين عبد الواحد في موضوع دارفور الاحداث بتاعت فتبرنو؟ ده سؤال واضح جدا، يعني ده سؤال واضح. وعلى السيد صلاح يعرف انه من وين احنا جبنا معلومه تواصله مع عبد الواحد او ما ذكر او ما قال، وخصوصا قبل حادثه فتبرنو تحديدا. كويس. ليه ما كان الشيوعيين يهتموا بالموضوع ده؟ ليه لما يقوم لما يقوم المواطنين العالقين اللي بيموتوا برا نحن بنطالب مطالبه صادقه بانه يرجعهم؟ ليه كانوا بسلطوا كوادرهم وبقولوا علينا كيزا؟ ليه الظلم ده؟ يعني انتوا تنتقدوا حلال،
انتوا تنتقدوا وتهاجموا وتخون حلال، نحن ننتقد كمستقلين، انتوا كهزار، انتوا مخونه، انتوا مرتزقه، انتوا عملاء. بس الان العميل منه؟ ها؟ كده ورونا. الان ده انتوا الان يا جماعه ده شغل شيوعي قاعد يحرق في حمدوك، ده شغل شيوعي زعلان لاقاله اكرم التوم، وشغل شيوعي لموضوع معسكر فالتبرنك ده جايك عليه، جايك عليه، بس كتروا لي المشاركات، جايك عليه، الشير اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت زايد ملصقاتكم. قال انا وقفت وين ذاته؟ كويس؟ طيب ارسل رئيس الوزراء بهذا التصريح رساله سالبه وباهته لاهلنا، دي قلناها. قال هذا التصريح الذي تأخر بالأساس، ده بيان يا جماعة تجمع المهنيين قبل دقائق الآن بيردم في حمدوك. قال هذا التصريح الذي تأخر بالأساس يجيء بعد اكتمال مهلة الأسبوعين التي وعد رئيس الوزراء أن يتخذ خلالها قرارات تستجيب لمطالب مليونيات 30 من يونيو 2020، لكنه يأتي مخيبا للآمال. أيوة تمام، نواصل. قال مخيبا للآمال، إذا هذه الجريمة بالله بالله إيتو طيب نبيل أديب ده ناصري تابع لغو الإجماع الوطني محسوب من أزناب الشيوعيين، ليه؟ ليه لغاية الآن ما طلعتوا لنا النتيجة بتاعت فضل اعتصام؟ ليه أصريتوا إيتو اللوب الشيوعي جوا على إنه فضل اعتصام الجريمة بتاعته لما قالوا يكونوا لها لجنة؟ الشعب ده كله قال لجنة بتاعت تقصي دولية وتحقيق دولية، أصريتوا إنتو كلوب شيوعي جوا ومعاكم البعثيين بعضا منهم ناس وجي صالح وديل اشتغلتوا على إنه تكون لجنة مستقلة هنا داخلية، نحن ما قلنا لجنة دولية مستقلة، هو في قضاء هنا انت خلاص بتضمنه تماما يعني في البلد دي، يعني انا الليلة اضمن انه يقدر الليلة نبيل دي بيستدعي حميتي او يستدعي البرهان او بيقدر الكلام ده في رايكم؟ كويس؟ يبقى ليه لما نحن نقول الكلام ده، ليه لما نقول لجنة مستقلة قلنا لجنة دولية قلتوا لا مستقلة محلية هنا، محلية ما الموضوع انتهى خلاص، والموضوع انتهى. التصريح بتاع نبيل اديب قبل يومين قال لك قال شنو نسعى نعمل وقرب يقول بتناغم وقربنا، هوي غالبا ما في نتيجه طالعه، الكلام ده انا قلته من 29 رمضان الفات ده في لايف الساعه 2 صباحا يمكن، كويس انا قلت الكلام ده واضح، قلت لكم انه في معلومات مؤكده بانه اللجنه ما حتعلن النتيجه، حيقعدوا ياخروها لك شهر شهرين اسبوع سنه سنه ونص، يقول لك ما اكتملت التحقيقات ما واضحه وما بعرف ليك والسيديات ما شغاله وشنو وشنو لغايه ما انت ذاتك تقنع وتكره حياتك في انت. قالوا رابطينها بانه اللحظه اللي اعلنت قد يحصل انفلات امني. نعم الحاجه من تهبش الطغاه يقول لك ملف الفلتان والبلد حتدخل في فوضى. تمام. قال هذا التصريح الذي تاخر بالاساس يجيء بعد اكتمال مهله الاسبوعين. كويس التي وعد رئيس الوزراء ان يتخذ خلالها قرارات تستجيب لمطالب مليونيات 30 من يونيو 2020، لكن يوتو مخيب. المهم قال اتت مؤسسات السلطه المدنيه والانتقاليه المكونه حتى الان بتضحيات شعبنا العظيمه ودماء الشهداء الكرام. والله اللي بيسمع تجمع المهنيين بيقول ساعين لدماء الشهداء جد هاي شوف النفاق وشوف عليك الله لا حول ولا قوه الا بالله. قال وينبغي ان ترتقي لمستوى تطلعات الجماهير واهداف ثورتها واستحقاقاتها واولها احتكار ادوات العنف وحمايه ارواح كل المواطنين السودانيين وحقهم في الامن والعيش الكريم. كويس العنف اليساريين عنيفين جدا بالمناسبه وبيطلقوا بعض الشباب عشان يتفلتوا هنا وهنا بيقصدوا الكلام ده بالمناسبه ما يجي يعملوا لك نفسهم فيها انهم هم حاربوا الكيزان لانه الكيزان عنيفين، الكيزان عنيفين وخاينين وما عندهم ذمه ولا ضمير وديل جبقوا زيهم وبقوا اسوء منهم، فهمت؟ ما في زول يا ولدي شغال لمصلحه البلد دي يعني تماما، اي زول يعني الشيوعيين تاري مشكلتهم الحقيقيه انهم ما هم اللي حكموا البلد. عشان كده زعلانين انه كيف المتورطين يحكم يعني انت مارق عشان دوله عداله وهم مارقين لدوله تمكين ليهم هم. كويس طيب المهم ده البيان واضح يا جماعه بانه في تصعيد ضد حمدوك، ونحن تكلمنا مرات بانه حمدوك الان هو ذاته بقى في حرب ضده داخل الحريه والتغيير دايرين يشيلوه من محله ده. كويس في جزء من الموالين لعمر الدقير بيشنوا حملات ضد حمدوك عشان يجي هو محله رئيس وزراء، وفي جزء منهم داير يجي وزير خارجيه هسه بيتنافسوا شديد. والله يا جماعه انا ما اعرف، لكن عمر الدقير ده حقه يخجل اقسم بالله العظيم، وكتاب الله الكريم حقه عمر الدقير ده يخجل، انا ما قادر افهم ماله يعني. كويس حنس حميتي ده لما يروح عمر الدقير يجيبوا رئيس وزراء، والكلام ده انا بقوله بتحمل مسؤوليته، اذا كان ما قال يمشي افتح بلاغتك ياهو، ما اقدر اقول فيه حاجه انا ما قالها، الكلام ده انا قلته من بعد فضل الاعتصام.
كويس قلت الكلام ده من بعد فض الاعتصام بشكل مباشر بانه الديجير طلب من حبيتي يجيبوا رئيس وزراء كويس، وقلت انه مكونات من الحريه والتغيير وقعت على فض الاعتصام لانه بقى الاعتصام ذاته شوكه حوت بالنسبه ليها، فهمت؟ لانه مطالب الناس في الاعتصام ومطالب الساسه ما كانت واحده اساسا، مدني فاوض عشان يجي وزير، وانت بتفاوض عشان تجيب دم شهيد، انت كمواطن بتطالبهم يجيبوا في مساله الدم وكده. نحن كنا بنحلم، نحن كنا بنحلم حلم يعني طويل حقيقه. كويس، الناس الفاتحين اللايف يا جماعه، الناس اللي وصل لهم الان البث يا ريت اي زول يعمل معانا شير لللايف. زي ما شايفين الصوره ما في البته، كويس يا هادي ما في البته، في نصيبه كده بس لافه لكن ما في كويس ما في صوره تماما. كويس، في تصعيد كبير تجاه حمدوك بشكل كبير، في خيارات شيوعيه، كويس في خيارات شيوعيه انه يجيبون في المنصب ده بالمناسبه. البيان ده جاء حار جدا على حمدوك وبلغه حاره. الشيوعيين يا جماعه فقدوا جزء من اراضيهم المهمه خلاص داخل الحكومه، فهمت؟ داخل الحكومه يشتغلوا. هسه شوف بيانهم لحمدوك ده ما لي وجه الله، البيان ده القصد منه اولا الناس زي زعلانين كيف تشيلوا مننا وزاره الصحه وهناك وزاره الكهرباء عند البعثيين، بقى الصراع ذاته عامل كده، فهمت؟ وزارة الصحة اللي كان فيها أكرم التوم والحالات الوهمية اليوم بجيبوها لك ساي، والشغل السياسي اللي بيعملوه لما انشالوا أكرم التوم الكلام ده أزعجهم إزعاج شديد جدا. وأكرم التوم هو ذاته يعني مشيته 30 يونيو كانت داري تقوى بالشارع، لما لقى الرفض من الشارع وشافوا لوبيه ضعيف ذاته حمدوك تشجع بعد ذاك في انه يشيله بالمناسبه، لانه كان هو ذاته حمدوك خايف من الضغط الجماهيري اللي ممكن الشيوعيين يملوا رصين الناس يكذبوا لهم ساي عن اكرم التوم ده ويقول لهم الزول ده ملك، وفي ناس كتار يصدقوا ساكت ويتخموا ويمرقوا عشان يحققوا الاجنده الشيوعيه. كويس، التجمع المهني انتوا طالعتوا الايام اللي فاتت فيه صراع كبير ما بين الاتحاديين الشله بتاعت ناس الاصم كويس والجماعه ديل والادمن ياويا وغيره، والتجمع والشله بتاعت ناس اللي هم الشيوعيين المتطرفين ناس حسن فاروق وغيره. طيب ديل بيشيلوا الصفحه ومره ياويا بيزيل الادمن بتاعين ديل، ديل بيشيل زي ما قال عادل امام دول مع دول ودول ما عارف ليك فهمت؟ فشنو؟ الشغله جاطت، فبيجي كل مره زول بيطلع بيان وبيتهم المخابرات وده بيطلع بيطلع بيان وبيتكلم. هل شيوعيين لما رجعوا الصفحه الان دايرين يعملوا انقلاب على المكونات اللي معاهم؟ الانقلاب ده عشان يجي لازم يسيطروا على خانه رئيس الوزراء، لازم المنصب ده يسيطروا عليه لانه الان هم مرقوا يعني بشكل يمكن قوي شويه، وفي ضغط اليوم في المجلس المركزي بتاع الحريه والتغيير. انا قلت لك الشغلانيه دي الشيوعيين ده اللي يطولوا ويقصروا هيقشوهم من الساحه السياسيه دي، الاحزاب ذاتها هتتكتل تشوتهم مره، لانه الناس دي لا يعرفوا ثقافه الاختلاف ولا بيؤمنوا بمبدا بتاع ديمقراطيه ولا بيعرف لك انه انت ضرايك ولا بتاع، انت ضد رايي خلاص انت كوز ووسخ وعميل وكده، فهمت؟ انت معي انت راكز وانت بطل، فهمت؟ دي الشغلانيه الان اللي هم شغالين بها، وده نفس النظام بتاع الكيزان. الان الحزب الشيوعي داري جمهور الشارع يا جماعه، الان البيان ده بيان مكذوب جدا، البيان ده الان القصد منه يهيجوا الشارع، والكلام ده القصد انه برضه يغطوا قضيه فتبرنه، لكن بالعكس الان هم اظهروا دورهم بشكل واضح، الان الشيوعيين اظهروا دورهم وعلاقتهم بالهجوم اللي تم في فتبرنه، فهمت؟ الان وضحوا الامور، وعبد الواحد امس وضح الامور لما قال في بيانه انه في دوشكات وانه في حصين، ولا في دوشكات ولا في حصين، كان في مواتر عددها تقريبا لا يتجاوز ال 20 موتر، ديل دخلوا وضربوا الناس، والكلام ده كان المقصود منه احداث فتنه قبليه ايضا، كويس؟ وكسره السلاح زي ما تكلمنا عنها امس من الجسم، كويس؟ انه في زول كان داير المعركه دي تستعر وتشتغل. كويس، وتكلمنا امس انه العرب الظلم بتاعهم في انه الحواكير والاراضي يعتدوا على الافارقه اللي هناك، ده كلام ظلم كبير جدا، والكلام ده لابد انه يتعدل، الكلام ده انا ذكرته في لايف امبارح كله هنا في الصفحه دي، المعلق الرياضي احمد الضيب بشار ذكرت الكلام ده كله وقلت انا ما منحاز لطرف على طرف. كويس، الان الشيوعيين بالبيان بتاعهم ده ضد حمدوك وتصعيدهم ضد حمدوك ده بياكد الكلام اللي كنا بنتكلم عن انه الشيوعيين ما قوموا فتنه قبليه في البلد دي، تحيل نهار وليل قلبهم ده البت ما بيبرد خلاص، وانه دي من اسلحتهم من زمان، وهم بيستخدموا كثير من الحركات في يوم من الايام لمصالحهم الشخصيه،
خلاص لمصالحهم الشخصية. أنا من هنا برضو داير أوجه عندي بعض التساؤلات، من ضمنها في تساؤل: هل في حلف بين الإسلاميين حقيقة وجبريل إبراهيم؟ ده سؤال أنا بسأله. هل صحيح في تحالف؟ هل تم ضم كفاءات داخل حركته من أجل شغل معين؟ هل في توجه واضح الآن للإسلاميين على جبريل والالتفاف حوله لقضايا مهمة بتخصهم؟ هل الكلام ده يا جماعه حاصل ولا لا؟ الحاجه الثانيه، اللايف ده الان قاعد يهاجم يا جماعه، والله هؤلاء الناس انا ما اعرفهم مالهم، لكن اللايف ده الان قاعد يهاجم، فاي زول معانا يعمل معانا شير، اعمل معانا لايك، اعمل معانا خمسه ملصقات سريعه، تم 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 بسرعه، خلوا الرساله بتاعتنا دي توصل. فالتجمع الان بيلعب على الناس يا جماعه. الشله رجعت الباسورد بتاع صفحه تجمع المؤمنين، هي الان بتحاول تثبت نفسها في الساحه. كويس، لابد من ابعاد حمدوك وافشال السلام. اول حاجه الشيعيين الان عندهم يفشلوا السلام ده ما يقوم. السلام ده كان تم الشيعي ما بيعرفوا يعيشوا، في والله العظيم ما بيعرفوا يعيشوا، في ده تاريخ السودان بيقول كده، حكموا البلد دي قبل كده، ما بدوروا السلام زيهم زي الاسلاميين، انت ما بدوروا السلام، خلاص حتى لو جزئي، معلش انا متفق معاك، الان السلام ده جزئي ما مكتمل، في حلقات قتاليه قويه جدا محوريه في اللعب السياسي والعسكري ما دخلت في الموضوع ده، اوكي ندخلها ماله المشكله وين؟ كويس؟ انتوا زمان الحريه والتغيير السلبي بيقول لك قال السلام ما مكتمل لانه الحلو بره وعبد الواحد بره، وانت الحلو ولا عبد الواحد قدمت له قبل كده؟ انت قدمت له قبل كده دعوه انه يجي ويتفاوض ويشارك معاك في السلطه، ولا اقتسمتها براك وخنت العهد والان جاي هنا؟ الشيوعيين يا جماعه حسوا انه السلام ده لو تم ما بكون في مصلحته، والكلام ده بكون خصما على مقاعدهم، خلاص. والسيادي ده عندهم عشا، عشا دي يا جماعه من كوادر الجبهه الديمقراطيه اللي هم الـ 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 من اجنحه الشيوعيين، كويس. عندهم عباس مدني، مع انه عباس مدني تقف خلفه اراده ماسونيه قويه جدا، وجايبين له لاعب جوكر يكمل شغل معين، خلاص. ونصر الدين عبد الباري وزير العدل مادين له املاءات معينه انه يتمها ويجيز بعض الحاجات ويخالف بعض الحاجات، وانه يقلل من الالتحام الجماهيري والوقوف مع قضايا المواطن، كويس، الوقوف. امبارح حصل موت، ماتوا 8 من اهلنا الحمر واثنين من اهلنا النسيريه، وتعوقوا 8 انفار. الكلام ده على مستوى كردفان، منطقة تبون غرب كردفان. الصراع قام بين الحمر وبين المسيرية، كويس، في قضية قديمة لها شهر بتاع مقتل زول، والشغلة فيها أبعاد تانية وفي جهات دارة تزرع الفتنة. يبقى السؤال الآن، والحكومة نايمة نوم تمام جدا، الحكومة نايمة نوم طويل، ليه تجمع المهنيين ما طلع بيان قال إنه سريع حمدوك عليه إنه يصلح الحاصل الآن من حروبات في غرب كردفان؟ وليه ما ضغط حمدوك في موضوع إنه يمنع الفتنة بين الجيش وبين الدعم السريع اللي قاعدين يحاولوا لها أجنحة في الشيوعي ذاته جوا بأنه تقوم فتنة بين الجيش وبين الدعم السريع؟ وين كانوا الشيوعيين من الكلام ده كله؟ وين الشيوعيين كانوا ما ضغطوا حمدوك في الصفوف بتاعت العيش؟ ليه ما ضغطوا حمدوك؟ ليه تجمع المهنيين ما طلع بيان انتقد أكرم التوم وقت أرواح البشر البريئة بتصعد إلى خالقها؟ ليه ما قالوا الكلام ده؟ ليه ما ضغطوا؟ الليلة بعد شالوا لهم أكرم بيجوا يجي يولولوا في صفحتهم؟ الشيعيين ده مفتكرين يعني بيلعبوا على عقول الناس ولا شنو؟ ده بيان مضروب وبيان مكشوف، وانا عارف كلامي ده الان اشد وقعا على نفوسهم شفته من السلاح، انا عارفهم كويس وعارف طريقه تفكيرهم وعارف نظرتهم للزول اذا خالفهم، في انت ممكن يدخلوا في دائره التصفيات، ممكن دائره الحرق المستمر، دائره شنو؟ حاجات كثيره، فدي كلها اسلحه من التخويف، الناس تمضي لقدام. الان الشيوعيين بعد ما المواطن بقى بصفه تراب، بعد ما المواطن بقى ما لاقي عيشه، بعد ما الشيوعيين حرشوا القوات النظاميه انهم يدقوا المواطنين في حظر التجوال عشان هم يغطوا على عجزهم في البنزين وعجزهم في الجاز وعجزهم في الدقيق وعجزهم في اي نصيبه برا واي سلعه، عشان يوضحوا الكلام ده كويس، عشان يقوموا يدسوا السوءه دي، حرشوا العساكر مليون مره في اجتماعاتهم، بيقول لهم دقوا المدنيين ديل زي القائمه اللي رفعوها فيها اسمي واسم اسماء بعض الناشطين، قالوا يتم اعتقالهم لانه ديل عاملين ازعاج، وسلموا صوره منها لاستخبارات الدعم السريع، وصوره لجهاز الامن، وصوره للشرطه، وصوره لغيرها. ديل الشيوعيين ده تفكيرهم، كيف نقضي على احمد الضي انه قاعد يزعجنا في اللايفات؟ كيف نقضي على فلان؟ كيف نخون ده؟ كيف نطلع ده؟ كوز ده شغلهم. في لجان المقاومه دي قسموا اللجان في فتره، لكن الحمد لله الان بدات تعود واحده متحده كما كانت، اشتغلوا شغل فتنه ممنهج ومدروس،
خلوا لجان المقاومة يدخلوا في دائرة التبرير لأيام طويلة، يعني خلوا لجان المقاومة يدخلوا في مشكلة، بيجي زول من الحلة بيمسك لي بتاع لجان المقاومة بيقول لي سكري وينه؟ أنتوا شلتوا القروش خلاص ادوني قروشي. في أنت القصة الشهيرة لأيام رمضان وقبلها، كويس؟ اشتغلوا شغل يعملوا فتن بين الناس الأحياء، كويس؟ ولجان المقاومة عشان بكرة لجان المقاومة كان قال لهم امرقوا الشارع الناس يقول لهم ما مارقين أنتوا شلتوا حقنا. ده فتنة مقصودة، ولجان المقاومة هي جسم وطني مدعوم بإرادة الشعب أيضا. خلاص الشيوعيين حاولوا يقسموه. الكلام يا إخواننا الكلام، يعني أنا زي ما قاعد أقول دائما، أنا قاعد في الخرطوم، قاعد في السودان، قد يتحرر بلاغ ضدي في أي لحظة، قد اعتقل، قد اقتل، قد اضرب، قد غيره. لكن في نفس الوقت أنا ما بقدر أقول كلام هو ما حاصل، ما بقدر اقول الكلام ده. الليله السلام يتعثر، المفترض كان يتوقع. في زول سال نفسه تعثر ليه؟ الاحداث بتاعت في التبرنو نجحوا الشيوعيين انه ياخروا السلام شويه لساعات، يمكن لغايه بكره يمشوا تاني يسببوا في فض حته ثانيه، ممكن يسببوا في فض بتاع حته ثانيه عشان يجوا يولعوا الراي العام ويجوا يشعللوا الشارع، وممكن عادي يطلعوا لك فرق بتاعت تصفيات فوضى شنو في الشارع عشان الناس دي تلتهب اكثر بشكل نفس شغلت الاسلاميين. شوف لاحظ كويس، والترابي معروف انه السياسه بتاعته شال فكره التامين تماما من الشيوعيين، شال التامين والرؤيه الامنيه دائما من الشيوعيين والخباثه برضه في امتى، يعني الطريقه بتاعت الكيزان دي مستمده من وين؟ من الشيوعيين. اذا نحن معناها شلنا الكيزان، افضل الداء الاخطر منه برضه يعني. نعم هذا ولا هم، يعني انت طالما شلت الجسم الاقل يلا افضل لك الجسم ذاك اللي هو اساسا عامل المشاكل دي، رغم انه في شرفاء يا جماعه كتار برضه في الحزب الشيوعي ومناضلين حقيقيين، لكن انا بتكلم عن السمه الغالبه دائما لاي حزب من الاحزاب او لاي تركيبة سياسية في البلد دي، يعني دائما دائما دي مشاكلنا. الان تجي المعلنين بيطلع في بيان، وانا قبيل السلام يتاخر، السلام يتأخر، منو من مصلحته السلام ده ما يتحقق؟ كده من الحركات ذاته لو جينا، منو من مصلحته السلام ده ما يتحقق؟ في منو؟ منو شاف نفسه برضه برا الساحة؟ ده سؤال، كويس؟ النقطة الثانية قالوا خلاف الترتيبات الأمنية، كويس؟ والله يا جماعة أنا واحد من الناس ما زلت أرسل رسالة لقادة الجبهة الثورية، لا تقتتلوا ولا تقتسموا المناصب ولا تربحوا على آلام البسطاء. مبروك، وصلت لمرحلة عالية الآن في موضوع السلام، وأسعدتونا جميعا. كل الشعب ده الآن متكيف إنه حتى لو سلام جزئي زي ما قلت، لكن يتم الباقي، كويس؟ لكن بالمقابل تاني بجدد مناشدتي ليكم، ما تمسكوا السلطة، ما تدوا زول ذاته من الجبهة إنه يمسك منصب. أتمنى كده، أتمنى إنه الزول تدوه في المنصب تجيبوا ناس من أهل المناطق ذاتها في دارفور المتضررة وفي النيل الأزرق، خلاص، وفي جنوب كردفان الناس المتضررين ضرر حقيقي، ديل أصحاب الوجعة، أمشي جيبهم يكونوا هم في المناصب دي. وكلامي ده في كثير قد ما يقبلوه، لكن دي حقيقة أو دي حاجة أنا مقتنع بها داخل نفسي، كويس. يبقى الآن تجمع المهنيين يطلع لك بيان والسلام هناك، هل تجمع المهنيين طلع بيان ضغط على حمدوك قال له تسرع في عملية السلام؟ هل هو تجمع المهنيين الآن الشق الشيوعي الآن الموجود طلع البيان قبل شوية المنقلب في موضوع السكرتارية بمساعدة واحد بيقولوا له والي الكوفة أحمد حسن عربي ماسك كان الإعلام في حزب المؤتمر السوداني، وهو بتاع اللجنة بتاعت الأول الكيان بتاع المحامين الديمقراطيين داخل تجمع المهنيين، كويس. السؤال الآن ليه لما السلام ماشي، تجمع المهنيين الشيوعيين الفيوديل ليه ما طلعوا بيان طالبوا بسرعة السلام، كويس؟ ليه ما طلعوا بيانات طالبوا فيها قادة الحركات بإنه يبعدوا عن المحاصصات الحزبية أو إنه يبعدوا عن المحاصصات بتاعت الحركات؟ ليه تجمع المهنيين لما وقعوا الوثيقة الدستورية رسل مندوب منه اللي هو أحمد ربيع اللي بيتبع للحزب الشيوعي، ليه رسل أحمد ربيع إنه يمشي يوقع على الوثيقة خلاص الدستورية وهم يعلموا العلل اللي فيها؟ وليه لما شكلت الحكومة تجمع المهنيين ما طلع بيان واضح وقال انه في محاصصات حزبية والكلام ده بيضر بعملية عملية الانتقال والتحول الديمقراطي والكلام ده فيه خيانة للعهد ونقض للمواثيق مع الشارع السوداني، لانه نحن وعدناه انه الحكومة تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة؟ في امتى؟ ليه تجمع المهنيين وقدام ما طلع؟ بل رسل مندوب عشان يمشي على موضوع المحاصصات الحزبية.
ده سؤال يجب انه نشوف اجابه واضحه منه تماما، كويس نشوف اجابه. وين كان تجمع المهنيين؟ ما ضغط على المواصلات ولا ضغط على المؤسسات الان المتعبانه، متعب الشعب السوداني. وين تجمع المهنيين؟ الشق الشيوعي ما طلع بيان حيال ما يحدث في الكهرباء. وين الشق الشيوعي اللي عمل البيان قبل شويه في تجمع المهنيين؟ وين هو من الارواح اللي بتموت المستشفيات مقفله في وشوشه واكرمتهم ضرا وحسدا بيعمل بفكره الحزب الشيوعي انه يقفل المستشفيات لو يحصل اللي يحصل لغاية ما يسيطر على الحزب الشيوعي. خلاص وين كان التجمع الوقت ده؟ عشان كده بقول لك ده بيان ما مقبول. البيان ده قصده يحركوا الشارع وقصده يخلقوا فتنة، ولأن الشيوعيين الآن اتحرقوا بيقوا محروقين سياسيا الآن، والضغط كتل عليهم بشكل كبير. صحيح الآن الأسبوعين اكتملت وأنا من أكثر الناس النقدوا حمدوك ده، لكن اليوم اللي بدأ يصحح قلت له أوكي، فهمت؟ حمدتي اليوم اللي صحيح بقول له اوكي، اكرمتهم اليوم اللي صحيح بقول له اوكي، فهمت؟ لكن لما تكون انت قاعد تفسد وقاعد تخرب ما بساندك، ولا المواطنين حيساندوك بالمناسبه، عشان ما تجوا تتكلموا لينا ساكت، كويس؟ يبقى تذكروا يا جماعه ده تجمع المهنيين الان بيهاجم في دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، الان بيهاجم فيه هجوم شديد جدا، وانه الان بيفتن وحاول يحرك الشارع وبيتدثر بقميص عثمان او بيرفع قميص عثمان هنا، خلاص؟ والقصد من الكلام ده الوصول. وانا تاني ما زلت، ما علاقه الحزب الشيوعي باحداث فالتبرنو؟ الكلام ده يا جماعه لو زول مسطح يا معليش اللايف عليه هجوم والله. معليش اللايف عليه هجوم. الصوت متقطع يا جماعه ولا سامعين؟ الصوت متقطع ولا سامعين يا شباب؟ ما عارف في هجوم على اللايف، لو سامعيني كتروا الملصقات يا جماعه. لو سامعيني كتروا الملصقات، اي زول يعمل معانا تم 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 في كم في كم تعليق، في هجوم على اللايف، الناس تكتر معانا لايك شير، تكتر المشاركات يا شباب. اللايك في اللايك القلب واللايك ادعمه واللايك واو، يا ريت اضغط على اي واحد منهم عشان اللايف ما ينضرب. كتروا من الشيرات، كتروا من الملصقات. واضح؟ تسلم يوسف. تمام. طيب زي ما قلنا بقى الان الحزب الشيوعي بيحشد في الشارع، هل الشعب السوداني ده جاهل لدرجة انه تاني يقعد يستمع لخطاب هذا الشيوعي؟ هل الشعب السوداني ده ما واعي لدرجة انه تاني ممكن يرتمي في احضان الحزب الشيوعي؟ مستحيل مستحيل، خلاص كل اجزائه لنا وطن. السياسة الشيوعية سياسة صفوية، فهمت؟ اللي بيموت في بربر وبموت في دونجولا وبموت في حلفة وبموت في الجنينة وبموت في كادوغلي وبموت في الربك وبموت في كسلة، اللي بيموت في الدمازين ديل ما عندهم بيو شغلة، خلاص؟ تجمع المهنيين يوم ما طالب للأسف بالقضايا المطلبية، ولما كنت من البداية بقول تجمع المهنيين هو تجمع أحزاب، الوقت ده كثير يقول لك الكلام ده ما وقته، الكلام ده الان بيشق الصف، الكلام ده لما تقول كده ما صح، يعني الشيوعيين الان او الاحزاب ما مسيطره، التجمع ده جسم مستقل. وين اللي كانوا بيقولوا التجمع جسم مستقل؟ كنا بنقول يا جماعه ركزوا معانا، الشغل ده شغل حزبي، لابد تكون في كيانات مستقله هي اللي تدير العمليه الانتقاليه الاحزاب بعد الانتخابات، الكفاءات المستقله دي تصالح عليها الشعب السوداني كله، ما لجنه معينه ولا زول معين. الشعب كله يقول دايرين اكرم الطوم ده او ما دايرين، فهمت؟ يشركوا الشعب في عمليه ديمقراطيه حقيقيه. غشوك الوقت ده ساقوك بخطاب، لا لا ده وقت شغل وده ما وقت نقد وما وقت بناء. كوادر الحزب الشيوعي ان شاء الله في اي مكان مدورين لك سايقين لك الناس بالمفهوم ده، يطلعوا بخوجل يطلعوا بابو حمد زي ما قال، يدخلوا بجاي يمرقوا بجاي، فهمت؟ هسه المحصله شنو؟ المحصله انقلاب في تجمع المهنيين من مكونات قوى الحريه والتغيير او من مكونات الاجسام الان السياسيه الحاضنه السياسيه، الان بيطلع لك بشكل رسمي وبينتقد لك حمدوك وفي كلام اشبه بالتخوين، اشبه بالتخوين وكلام في واضح في سياقه بيصف حمدوك ليس صراحه ولكن من خلال الكلام على انه هو زول ما مسؤول وما شايف شغله وانه زول شخصيته ضعيفه. اي زول بيقرا البيان واضح، هسه انا قريته قبل شويه ليكم هنا في البث المباشر. فيبقى الان يا جماعه المشهد السياسي عنده تعقيدات كثيره جدا، وزي ما قلت اللي حصل في فتبرنو امبارح تكلمنا عنه، واي زول داير يتاكد من الحاجه دي في الصفحه دي ذات المعلق الرياضي احمد الضيبي شارع، ادخل الصفحه اللايف الامس
كويس بتلقاني انا ذكرت فيه النقاط دي بانه الصراع بتاع في التبرنو ما صراع عرضي كده سطحي الناس دايره تاخده خلاص. الشيوعي هسه قال كده في البيان، لكن بيقصد انه يعني يكبروا الموضوع لاهدافهم هم في انت، والكلام ده اضربه مع كلام الحزب الشيوعي، البيان بتاع عبد الواحد محمد نور كده، عيد الكلام ده كده، حاول عمل تنسيق بيناتهم كده كويس. بتفهم كلامي ده كويس؟ يبقى الاتفاق شنو بين الشيوعي وعبد الواحد؟ والمعروف انه الشيوعي دفع بحمدوك في فرنسا انه يمشي يقابل عبد الواحد محمد نور وانه يبني معاه علاقات كويس. وعبد الواحد متهم بانه كان شيوعي في بداياته، انه كان رغم انه هو نفى الكلام ده بنفسه جدا كويس، لكن في اتهام قال له انت في جامعه الخرطوم كنت اللواء بادي بالشيوعيين بعد ذاك غيرتك، فقال لا نفى الكلام ده. في علاقه بتاعت ناي هو اذا كان ياسر عرمان ده حركه شعبيه للان بيقولوا له انت زمان كنت شيوعي خلاص انت شيوعي، في انت ما ذاته ما مصدق له انه هو تطور من المساله دي او مرق او غيره في انت. فيبقى الان القصه طويله، في شغل ماشي في البلد دي الان، والاعتصامات الان داير يستغلها الحزب الشيوعي بالتحالف مع بعض الغوا، والكلام ده يا جماعة مخاطره كبيرة جدا على الشارع، مخاطره كبيرة جدا على الوطن كويس. وأنا من هنا داير أسأل سؤال، هل في قيادي، وأنا عارف هيهتموا بالسؤال ده جدا، هل في قيادي في يوم من الأيام من قوى الحرية والتغيير، اسمع الكلام ده كويس، قيادي من قوى الحرية والتغيير، خلونا من هو في نداء السودان ولا الإجماع الوطني، خلونا منه، هل كان بيتكلم بتلفون في إحدى الزيارات للولايات وقال ما فضلينا قدامنا إلا الاسم جمال عمر ده نخلص منه، وإنه في التلفون ذكر وهو واقف حوله ناس وهم بدون ما ينتبه، والناس اللي قاعدين بالمناسبة قاعدين الآن كويس، هل ذكر قال إنه كيف جمال عمر بعصايته الصغيرة دي بتاعت الضباط الكبار دي انه اتكلم مع حمدوك، قال حمدوك قرب يوافق كان على اتفاقية سيداو، والزول ده كان شايل العصاية في الاجتماع وبقول لحمدوك بلاش لعب معاك وبيورور كده. القيادي ده يا ربي الكلام ده لما انذكروا ذكروا ليش شنو؟ خلونا جايين الايام بتجي كويس، الايام جيابة خلاص يا شباب. اللي بيحصل في البلد دي عمليه بتاع التغيير بتاع الكراسي، تجمع المهنيين زي ما قلت بيانه لهسه ده ما صادق ولا قصدوا بيه بالمناسبه، الكلام ده الان دايرين يقلبوا الطاوله على حمدوك لانه حمدوك ينقلب فيهم كويس، ونحن نبهنا قبل ايام مما ينقلب فيهم قلنا حمدوك ماشي على انقلاب على الشيوعيين كويس، هم مصدقين لانه حمدوك ينقلب. ولما اغال اكرم الطاوله ويتذكروا طلع صديق يوسف قال انا ما سمعت بالكلام ده، ان شاء الله عنك ما تسمع شنو يعني، ما مواطن زي انا كده يعني في ده انت في مركز السلطه بلا حاضنه سياسيه بلا بتاع معك كويس. طلع فتحي فضل المتحدث باسم الحزب الشيوعي خلاص وقال والله يا اخي نحن كنا في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء قبل اسبوعين وكلمنا انه في تغيير، فهمت؟ يكلمك ليه برضو عشان اكرم شيوعي؟ لاحظ الناس اللي مرقوا بعد موضوع اكرم التوم منه ديل الشيوعيين ذاتهم، في جزء كان بيقول انا اكرم ما شيوعي واكرم ما محزب كويس، في ناس ما يساهل كده ممكن يتغاضوا في اي لحظه، في ناس كده متبرعين بعقولهم دي انه الناس تجرهم زي ما دايره، فهمت؟ هم هكذا. عشان كده يا جماعه نكتر من الوعي، نكتر ونوقف الاسلوب الخم خلاص واسلوب الخداع اللي قاعد يحصل على الشارع السوداني ده خلاص. فكان في عدم رضا واضح من الشيوعيين بانه ما دايرين اكرم التوم يتشال، وشافوا شيلة اكرم حاره 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 جدا عليهم، وبيقوا يفتشوا في اراضي ومكتسبات جديده، ومحاولين خلق فتنة قبلية هنا، صراع اسمي هناك، فوضى بجاي، تصعيد مع الشرطة، تحريض بعض الشباب انهم يرشقوا السيارات بالحجارة بتاعت الشرطة، خلق تيار عام كده بتاع انه والله الحكومة دي فشلت نحن نظبط الامور، يجوا تاني الشيوعيين ببياناتهم الفارغة الكاذبة. التجمع لسه بينتقد في حمدوك ده، ده مش تجمع المهنيين اللي كان طلع بيان بعد مجزرة فضل اعتصام وقال نحن ما حنرجع للتفاوض ما لم تجيبوا دم الشهداء، مش ده اللي قال الكلام ده ولا حاجة تانية؟ الجرم شفاوض منه؟ الخان الميثاق هنا منه؟
طلع ببيان قال يا الشعب السوداني انا ما هرجع للتفاوض لغايه ما يحاسبوا المجلس العسكري ولغايه ما نجيب دم الشهداء. وبعد يومين جري فر على القصر يجروا مشوا فاوضوا. ديل منو؟ ده سؤال. ديل الناس الان دايرين انك تنقلب على حمدوك. شوف انا لا مصلحه لدي في انه حمدوك يبقى ولا ما يبقى، انا بيهمني برنامج بتاع المطالب بتاع الشعب ده يتنفذ. يتنفذ من حمدوك، يتنفذ من فلان مرحب، لكن البرامج دي طالما ما تنفذت والمواطن ساب في التراب. يعني الوقت لسه المواطن بيتدور جوع وبموت وروحه مارقه ومتعرض للاهانه والكهرباء قاطعه صباح ومساء والصحه والتعليم والكتاب المدرسي اللي ما انطبع عليهم الليله واصرار القراي على خلق الفتن والمشاكل خلاص والصراعات الشغاله دي كلها المواطن ما لاقي يتعالج. الشيوعيين الان بيتقالوا عليك في المناصب بيستخدموا صفحه المهنيه تجمع المهنيين كاداه طيعه الان في يدهم مقابل انه يقنعوا الشارع انه يا اخي ده كلام صح وكده. يا جماعه كتروا المشاركات يا شباب، الناس تكتر معانا. في ناس من جبال ممكن يقول لي ايوه ينسى كويس، فاعمل شير معاك اسفل الفيديو تحت. اللايف ده قاعد يتهاجم الان، انا كل ما اشوف الصوره قطعت او الصوت شبه هناي يعني بعرف انه في مساله مزعجه حصلت على مستوى اللايف، بعرف انه معناه في هجوم شغال على البث المباشر. لذلك بذكر الان كل الناس اللي بيتابعوا داخل وخارج السودان، وبالنسبه للناس المغتربين برا السودان غير العالقين، عالقين في الهند في الامارات في مصر في اي مكان تعبانين، لكن المغتربين عديل قاعدين برا بقول لكم حالكم افضل بكثير. انتوا ما عارفين المواطن هنا، وانا بخص الكلام ده للمغتربين لانه في الكثير بيعكس لهم زيف وتضليل وكلام ما واعي وما صح كويس. من هنا انا رسالتي لكم، الحاصل في السودان ده شيلوا دعواتكم، المواطن جيعان بيتدردك في الوطن من الجوع خلاص، المواطن بيعاني، البلد لا كهرباء مستقرة لا موية، ما يطلعوا لكم ببيانات مكذوبة ومضروبة ويحاولوا يوروا لك انه الان البلد ماشية كويس. لا ابدا، السودان ليس بخير. نتكلم بصراحة، ما لم تتم عملية السلام وما لم يتوافق الجميع وما لم تخلق حكومة كفاءات وطنية مستقلة، حكومة برامجية ما عقدية خلاص، تجي حكومة غير حزبية يكون برنامجها في الصحة 1 2 3، في التعليم 1 2 3، بسرعة في معالجات وخطط إسعافية لمعالجة الغلاء، الغلاء الارتفاع المخيف الجنوني على مستوى الأسعار. الآن الحاصل كويس الكلام ده لو ما تشكلت حكومة زي دي وتراعي فيه الأبعاد بتاعت البلد. الآن يا جماعة في كلمة خطيرة قالها نصر الدين عبد الباري، أنتم انتبهتوا ليها؟ في الخطاب أو في لقائه في تلفزيون السودان، انتبهتوا ليها؟ قبل يومين كويس، قال لو سألوه حول الدستور قال انه المؤتمر الدستوري فكره صفويه وانها فكره بتاعت نخبه ونحن ما حنتغيد بها. اي زول يرجع الحلقه ويسمع السؤال ده ويسمع اجابه نصر الدين. نصر الدين ما داري يعمل مؤتمر دستوري يا جماعه، نصر الدين الان داري يسم قوانين اللي رقبته دي والمعاو. يا اخوانا اسمعوا الكلام ده، القوانين الان اللي بيحاولوا يصدروها وقوانين تكميم الافواه ومصادرة الآراء، القوانين الآن الحاصلة دي كويس الكلام ده ما بيخلق وطن ولا بيدعم تطور بتاع بلد. نصر الدين عبد الباري الآن بقى هو ذاته إمبراطورية قاعدة تتمدد. الآن هو ذاته نصر الدين بقى يشوف يسن حاجات تحميه هو ذاته يقوي مركزه. والناس اللي جابوه من برا عليه اشتراطات 1 2 3 تطبقه، وكلها للأسف اشتراطات ما بتخدم المواطن في حاجة للأسف، كلها شغل سياسي. خلاص نصر الدين عبد الباري انت في صحيفه قديمه جايبينك فيها انك انت من مكاتب الحركه الاسلاميه، في صحيفه زي دي كانت في الصوره دي لافه، ليه ما سمعنا ردك في الموضوع ده كويس وبين للناس. الحاجه الثانيه، نحن من الناس اللي كنا بنشوف انه دعمك واجب. ليه؟ لانه بنشوف انك كنت يعني جاد شويه او بنشوف انك ممكن تحقق حاجه، لكن للاسف الشديد تبين لنا انت لا مشغول بدم بتاع شهداء، لا مشغول بدم بتاع القضيه بتاعت وطن، ولا بتحاسب الناس المفسدين حقيقه، ولا والكيزان مالين وزاره العدل وفي سلك القضاء الى مين في اي مكان، ومسيطرين على المحاكم الدستوريه والمحكمه العليا ومالين البلد والنيابات. انت ما قادر، لو قدرت عملت انتصار
بيتعملوا بعد مسافة وذاته في حلة بعيدة كده على الحدود، فهمت؟ ما بتقدر تشيل وكيل نيابة مركزي بالساهل، ولا بتقدر تشيل لك قاضي ولا الهيئة القضائية ولا غيرها، كويس؟ يبقى ده كلام. الوقت اللي حمدوك قال هيشكل فيه الحكومة الليلة يوم متوقع يشكل الولاء، كويس؟ السؤال، هل هو حمدوك ذاته شاور الشعب السوداني في الولاد ولا ساكت قرارات من الاحزاب كده يمشوها في رصين الناس؟ يمكن هسه المواطن ما داير الولاد. يلا الصفحه المنقلبه بتاع التجمع المهنيين الان، او اللوبي المنقلب، المجموعه الماسكه السلطه الان في الصفحه والباسورد، الان ديل قاعدين يتكلموا زعلانين ما جابوا لهم قائمه الولاد بتاعينهم. يا اخواننا ده زعل شيوعي، دايرين يقسموا لهم المناصب ذاته بتاعت الولاد، فهمت؟ ده الشيعيين كده يا يحكموا يخربوا، فهمت؟ بس كده زي الاسلاميين، نصايب كده بتجوك، مع انه في تيارات بعضها واعيه من الشيوعيين، في تيارات بعضها واعيه من الاسلاميين، زي التيار بتاع ناس اسمه منو ديل؟ الاولاد ديل يا اخي، شمس الدين ديل، هشام احمد شمس الدين، ناس الاحياء والتجديد ديل، بالمناسبه تيارات مستقله، يمكن الان كانت يوم من الايام اسلاميه، كانت مؤتمر شعبي، لكن الان هم مستقلين، الان هم بيخاطبوا جذور كثير من ازمات الوعي في البلد، كويس؟ فيبقى دي من التيارات الواعيه اللي مهما شيطنت الاحزاب ما هتقدر تقمعها. هم ذاتهم معترفين وبيقولوا لك احنا اسلاميين، لكن برضك ما هتقدر تقمعهم. ليه؟ لانه الناس اللي قاعدين يحاربوا بحجج وبافكار، دي لا نافع لا علي عثمان لا غيره، وانت في النهايه ما هتقدر تعدم كل الاسلاميين انه يتكلموا، ولا هتقدر تمنع كل الشيعيين يتكلموا، ولا هتقدر تمنع زول انه يقول رايه وانه يهناي. فيبقى يا اخواننا، يبقى البلد الان فيها تيارات كثيره، كويس؟ حزبيه وغير حزبيه، فيها جوطة كثيرة زي ما بقولوا، والصراع صراع حزبي، وقائمة الولاة، والجبهة الثورية قالت ما موافقة على تكوين الولاة، الجبهة الثورية رأت إنه يا أخي تكوين الولاة ده مشكلة الآن إذا ما تم الاتفاق ومراجعتها في الأمر ده. إن شاء الله يكون الكلام ده من الجبهة الثورية قاصدة بيه وبعد إحلال عملية السلام والتوزيع العادل، لكن ما يكون الكلام ده المقصود منه لأنه ما أديتونا في الجبهة الثورية وآلي، أو أديتونا واليين بس أو ثلاثة، ما يكون ده المقصود بأي حال من الأحوال، لو بيجي تبقى كارثة خلاص. وحمدوك داير يعلن المجلس التشريعي، يا حمدوك أنت هتعلن مجلس تشريعي برضه كيف السيد رئيس الوزراء؟ أنت هتعلن كيف مجلس تشريعي في الوقت اللي فيه؟ يعني هل هيعين ولا منتخب؟ هل هيكون معين؟ مجلس تشريعي معين مشكلة، المفترض المجلس يكون منتخب خلاص عشان يعبر تعبير حقيقي عن مطالب الشارع وعن مطالب المواطن. ما تمشي تجيب لي ناشط قريب للاحزاب، ولا تجيب لي ناشط قريب للكيزان تيجي تخطه تقول لي قال والله ديل ناس البرلمان عشان يمشي لك سياسه قحط الدايرينها. في انت الكلام ده يا اخواننا كده اي زول يتذكره. وبذكر يا جماعه، بذكر بالمشاركات يا شباب، بذكر الصفحه دي عليها هجوم ثقيل زي ما قلنا، عليها هجوم ثقيل جدا، في ضرب لللايف الان وهو شغال. يا ريت اي زول يعمل معانا مشاركه، لو اي زول عمل معانا مشاركه كفايه الشير اسفل الفيديو على يدك اليمين تحت مكتوب مشاركه، اضغط عليها وبتظهر جروباتك، اضغط عليه بتكون شاركتها. اي زول يا جماعه يعمل معانا ملصقات سريعه ينقذ معانا اللايف من اي هجوم، لانه اللايف بعد ينتهي غادي يتحذف خلاص، غادي يتحذف. امبارح اللايف بتاعي اللي عملته امس عطلوه حتى بعد انتهى بساعتين يمكن، حتى ظهر كان مختفي حتى، كويس؟ ودائما اللايفات بتتحذف من عندي، الفتره الاخيره دي كلها اللايفات بتتحذف تماما. فيبقى يا اخواننا المطلوب مننا الان كلنا، او المطلوب مننا انه نطالب بمواقف واضحة من الحكومة تجاه عملية السلام، ونطالب بالتحقيق الفوري في حادثة فالتبرنو، وتكون لجان مستقلة ما تخضع لأي معايير حزبية. يا هو قاعدين نشوف اللجان الحزبية، كويس، غير إنها بتبطل المطالب، ما شفنا لها أي نتيجة ولا شفنا لها أي وقفة أو حمية في قضية دم أو في قضية بتاعت مواطن أو قضية بتاعت غلاء. لذلك نحن بنطالب وبشكل واضح، وتاني بكرر بإنه الحكومة الجاية تكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بعيدة كل البعد عن الصراع الأيديولوجي والحزبي، وتاني بعيد اللي بيقولوا ليك الآن تجمع المهنيين في صفحته دي
عملية يائسة جدا، القصد منها انه يرجعوه من جديد وانهم يكون عندهم السي. وفي لعبة بين الشيوعي وبين ناس اليمين الشيوعي وبين عبد الواحد، خلاص، واللعبة دي فيها زول اسمه صالح محمود من الشيوعيين المعروفين جدا، خلاص، وليهم علاقة بأحداث فالتبرنو. كويس، انا بقول كلامي ده وانا قاعد في السودان، ولو ما واثق انه المعلومه دي انا عندي ما يثبتها، ولا عندي ما يمكن عندي حاجه مسجله، يمكن عندي وثيقه، فهمت؟ لو ما واثق من الكلام ده تمام، ما اقدر اطلع اقول واخد نفسي في وش المدفع، لانه القضايا دي كتير من الناشطين ما يقولوها، فهمت؟ انا قاعد اقول دايما كتير من الناشطين ما يقولوا الحقائق، كويس، وبقول دايما وابدا انه انا كناشط الان اللي احمد الضيل قاعدين يهاجموا فيه ويكوزنوا فيه ده، خلاص، اتحدى اللي بيهاجموه بكوزنوه يطلعوا لايفات الان من الخرطوم وينتقدوا حميدتي بالغدر اللي هو بينتقدوا بيه، وينتقدوا بنفس الطريقه اللي هو بينتقد بيها حميدتي. الكلام اللي انا قاعد اقوله وانتقد بيه حميدتي وانتقد بيه البرهان ديلك كان شربوهم زي ما بقولوا شنو، ما ممكن يقولوه نهائيا، لو كحلهم بشطه ما بقولوه، فهمت؟ لكن فالحين ينبذوا ده كوز ده بتاع ده بتاع هم الكيزان، ولكن لا يشعرون، فهمت؟ هم الكيزان الحقيقيين، وهم المعطل لاي عمليه بتاعت سلام، وهم المعطل لاي عمليه قد تفيد الشعب السوداني. يا اخواننا لا للاحتراب لا للاقتتال. كويس؟ انا في المشاكل دي تواصلت مع ادارات يعني من المناطق اللي فيها الحروبات، وزي ما عملت امس في موضوع فالتبرنو، والليله كنت في اتصال مع واحد من الشباب اللي هم يعتبروا نموذج حقيقي للشباب المستقلين، يعني الشاب منعم عبد القادر منعم ده وكيل الاماره بتاعت حمر، كويس، وكيل هنا اللي هو نائب الناظر باعتباره، هو واحد من الشباب المستقلين الواعيين جدا، وعرفت اطمأنيت الادوار اللي قاموا بها في عمليه انه يصلحوا سريع، الفتق ما يزيد بل يرتق، كويس، والشق يسد قبل ما يقوم الاحتراب بين القبائل ابناء العمومه هناك، الصراع الدائر في الساعات الفاتت اللي راحوا ضحاياه 8 من الحمر واثنين من المسيريه، 4 اصابات من الحمر، 4 اصابات من المسيريه، نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل الشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يرحم ان يشفي الجرحى الان ويشفي كل الجرحى. كويس، بقول زي منعم عبد القادر ده المفترض ممكن المثال اللي ممكن نشوفه في الدوائر التشريعيه، او لانه زول مستقل وفي امكانك تمشي تسال عنه وتعرفه، خلاص، الناس المستقلين، فهمت؟ وبعد ده الشعب يلاقي الحق يقول نعم او لا، فهمت؟ لكن شنو؟ لكن يا ريت كل النظارات وكل المجالس يا ريت يدوا الشباب فرصه واضحه زي دي، فهمت؟ يا ريت انه البرلمان ده يتملي، مجلس التشريعي ده مستقلين، يتملي مستقلين، فهمت؟ ده المطلوب، ده المطلوب، احزاب جاي تسوي شنو ثاني في البرلمان؟ مش سيطرت على المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ثاني عندها شنو جاي تضحك حق دايره موضوع المجلس التشريعي، فهمت؟ ده سؤال واضح جدا يعني، فشكرا لك السيد منعم، كويس، ونتمنى تجربتك دي تعمم كويس على كل الشباب في السودان، ويعرف انه ايضا في شباب مستقلين الان هم متحركين لقضايا وطنيه ممكن تقود البلد للامام. ان شاء الله نتكلم في المواضيع دي في قادم الايام. وما زلت اذكر بيان تجمع المهنيين، بيان ضارب، القصد منه تاجيج الفتنه والصراع الحاصل في دارفور، الشل الان بتاع تجمع المهنيين العام للجوطه دي في الصفحه دايره تاجج الصراع العربي والافريقي في دارفور، البيان ده ودارين يضغطوا بيه على حمدوك ويشيلوا حمدوك برا ويجيبوا زول محله، وعندهم مكاسب من الصراع الحاصل الان في دارفور، واحد من مكاسب الحزب الشيوعي عشان ما يجي زول يقول لي الشيوعي مصلحتهم شنو في الحرب في دارفور، عباس مدني ده كادر شيوعي، واحد من مكاسب الحزب الشيوعي في الحرب في دارفور عباس مدني، ده واحد من الناس اللي استخدموه في المنظمات، كويس، المنتفع دخلوه في المنظمات، ويوم مشى في موضوع ال 82 ألف دولار قال نحن محتاجين ومحتاجين، في النهاية جاب للأمة جرادل. أي والله، أي والله، أنت قايل تسمية جرادل دي جات ساي جرادل حقيقية كمان، في أنت وجابوا مختام ومعاهم طشتين وسبعة أباريق، يعني شغلة مستفزة وشغلة تدل على إنه عباس مدني ده المفترض ما يتقلد نائب رئيس طبلية، فهمت؟ نهائي ما يتقلد نائب رئيس طبلية شفته في خوربرنجة نهائي بأي حال من الأحوال، ولا على مستوى نيكاراغوا ولا غواتيمالا،
ما يستحق، لكن لأنه شيوعي وراه آلة إعلامية ضخمة ماسونية بتطب اللي عباس مدني وفارضة عباس مدني على حمدوك. حتى بقى عباس مدني بيفتري وبيتفاخر وبيقول أنا حمدوك ما بيقدر يشيلني، فهمتها؟ نفس العنجهية بتاعت أكرم التومة اللي أودت بيه الماسونية هتتخلى عنك في لحظة يا عباس، يا مدني عباس ابن الوزير. أنتوا ليه الحكومة دي كتير فيها أبناء وزراء بالمناسبة؟ ده شنو ده؟ فهمت؟ ده شنو ده يا أخي العشائرية يا أخي ده شنو ده؟ فهمت؟ يا اخي الشيوعيين اللي عندهم فهم غريب خلاص ماشيين به، الواحد وزير خلاص يجي ولد وزير، الواحد كده فهمت؟ فالكلام كتير، انا ما داير اطول اكثر، وبتمنى اي زول بيسمعنا الان او بيشاهدنا يعمل معانا ملصقات اللايف ده من الصفحه هنا باسم المعلق الرياضي احمد الضيب اشاره، لانه في جزء غادي يشوفك في صفحه وما يعرف الصفحه باسم منو. بذكر انه اي زول يعمل معانا مشاركه لللايف يا جماعه، الشير اسفل الفيديو على يدك اليمين مكتوب كلمه مشاركه بالعربي، اضغط عليها واضغط على جروباتك، ما بتشيل منك ثانيتين زائد لايك، كتروا معانا. شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي في فتره غادمه باذن الله. تاني زول ما يقول داير يتونس، هسه انا قلت لكم داير يتونس يا هم، داير يطلعوا عليك بيان. خلونا ان شاء الله باذن الله نلتقي. السلام عليكم.